من رام الله ينضم إلينا مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها السفير عمر عوض الله. أهلا وسهلا بك سيدي. إذا اليوم عندما نتحدث عن المحاولات المستمرة من جانب قوات الاحتلال في التغيير التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى، اليوم هذه الانتهاكات باتت واضحة أمام المجتمع الدولي الذي لربما كان يتذرع سابقا بعدم وضوح الصورة. ماذا نسمي هذا الموقف حاليا أو كيف يتسم؟ هل من تجاوب مأمول حتى هذه اللحظة؟ يعني بداية الموقف الدولي واضح بشأن موضوع القدس، القرارات الأممية واضحة بشأن وضع ومكانة القدس، واضح تماما بأن القدس جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحدث بكل وضوح أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس وعلى الأرض الفلسطينية المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار احتلاله طوال أكثر من 74 عاما من الاضطهاد و55 عاما من احتلاله الأرض الفلسطينية المحتلة، حاول أن يفرض سيادته وتفاجأ أنه لا سيادة له. والآن هذه الهستيريا التي نراها هذه الأيام، وكما وردت في تقريركم بشكل واضح أن هناك هستيريا من جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والواضح أن سبب هذه الهستيريا هو أنه حاول أن يفرض سيطرة على مدينة القدس وتفاجأ أن كذلك لا سيطرة له على مدينة القدس، بل السيطرة لأبناء الشعب الفلسطيني. الموقف الدولي صحيح أنه ناضج، ولكن في نفس الوقت للأسف لا يوجد حراك، لا يوجد خطوات باتجاه مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على ما تقول فيه في مدينة القدس. وكما تحدثتم، الخطر الذي يحدق بمدينة القدس الآن في تحويل هذا الصراع من صراع سياسي وقوة احتلال تقوم باحتلال الأرض الفلسطينية المحتلة إلى صراع ديني تقود بعض الجهات المتطرفة في داخل إسرائيل وأعلى الهرم التنظيمي داخل هذه الحكومة التي يترأسها المستوطنين وعلى رأسها المستوطن بنت. نعم، القرارات الحكومية واضحة وموجودة كما تفضلت، ولكنها مجمدة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وعندما يتعلق الأمر بجرائم إسرائيل. لكن من جانب آخر، هل نتطلع اليوم إلى استراتيجية مغايرة فيما يتعلق بحشد المواقف الدولية؟ فمن جانب آخر لربما لا تجتمع، ولكن هناك دعوات من قبل فرنسا كان آخرها بتوقف هذا التوسع الاستيطاني على الأقل، فهذا لربما أحد هذه الملفات التي تأتي تحت انتهاكات الاحتلال. يعني المطالبات الدولية موجودة دوما، ولكن كما تفضلت ما نبحث عنه اليوم هو ليس مطالبات أو إدانات أو مجموعة من الخطابات التي يعني لا تسمن في واقع الأمر. لذلك المطلوب الآن هو أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات لتنفيذ قراراته التي أخذها، إن كان في مجلس الأمن، إن كان في الجمعية العامة، إن كان في مجلس حقوق الإنسان. والمقاربة كما تفضلت كذلك هو أن العمل يجب أن الآن يتحول إلى حركات التضامن والشعوب والبرلمانات لكي تأخذ مجموعة من القرارات والقوانين داخل هذه البرلمانات الدول بما فيها فرنسا التي أدانت هذا الحراك غير الشرعي الإسرائيلي والجرائم والانتهاكات التي تمارسها في القدس، بتحويلها إلى مجموعة قوانين، بمعنى فرض مجموعة من العقوبات على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، مجموعة من المقاطعة لهذه المنظومة الإسرائيلية، جعل كلفة هذا الاحتلال أكبر بشكل أو بآخر. والآن الحديث عن فرض منظومة من المقاطعة كما وردت في بعض تقارير المنظمات الأممية عندما وسمت هذا النظام بأنه نظام أبارتايد ونظام فصل عنصري، بمعنى يجب فرض مجموعة من المقاطعة عليه بما فيه مقاطعة بيع الأسلحة إلى إسرائيل وتجميد العمل مع المستوطنات وضخ الأموال إلى المستوطنات ومنع تمويل هذا المشروع الاستيطاني الأكبر الذي يشكل الخطر الأكبر على القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني. نعم، ربما حملات هذه المقاطعة لا تقتصر فقط على المقاطعة بتمويل الأسلحة، ولكن هناك تحركات ومبادرات شعبية بحملات مقاطعة لكافة ما يأتي من جانب الاحتلال، هذا على المستوى الشعبي. ولكن مقابل ذلك هذه الحكومات تتحرك باتجاه مغاير، وآخرها مثالا عندما نتحدث عن بريطانيا التي تحدثت عن تشريع قد يمنع انخراط المؤسسات في مثل هذه الحملات. برأيك وبرؤية لربما مستقبلية، هل من الممكن أن يخلق ذلك ضغطا أم أنه
قد يفضي إلى مزيد من الاختلاف والنزاع. أعتقد أنه سوف يشكل ضغطا بالعكس بالجهة الثانية، بمعنى أن ما تقوم به هذه الدول التي ترفض حركات المقاطعة والتي تجرم بعض من حركات المقاطعة سوف ينعكس عليها، لأن هذه قرارات ليست قرارات حكومية بالمعنى الحقيقي، هي قرارات بعض الأحزاب المنحازة بشكل مباشر إلى إسرائيل. الآن حركة التضامن الدولية الآن تتعزز بشكل أكبر، هناك نضوج في حركات التضامن الدولية، هناك نضوج في الفهم لدى المجتمع المدني في عديد من الدول وخاصة مثل بريطانيا، هناك مجتمع مدني وحركة تضامن ضخمة جدا، لكن هناك الكثير من الانتهازيين في مجموع الأحزاب الموجودة في بريطانيا، كذلك الأمر في ألمانيا للأسف. نحن نرى أن هذه الخطوات سوف تعجل بالعكس على أن ينظر المجتمع البريطاني أو أي مجتمع دولي أو أوروبي أو غيره أن ما يقومون به خطأ، وأن ما عليهم هو فعل العكس، هو فرض نظام من العقوبات، نظام من المساءلة والمحاسبة على إسرائيل. الآن العالم كله يتحدث عن قضية المعايير المزدوجة ولماذا تغيب العدالة عن فلسطين ويحاول تطبيقها في مكان ما بعيد هناك في أوروبا، في نفس الوقت هناك احتلال دام أكثر من 74 عاما. إذن النقاش مفتوح، ونحن نعمل في الدبلوماسية الفلسطينية من أجل الاستفادة من كل هذه الأجواء، من أجل فرض ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى هي قضية مساءلة ومحاسبة هذا الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وإيجاد كل آليات المساءلة من خلال المسار القانوني. القضية الأخرى وهي قضية البحث عن كيفية إنهاء هذا الاحتلال من خلال نضوج مسار سياسي فاعل قائم على أسس الشرعية الدولية، بحيث أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويجسد حقوق الشعب الفلسطيني على أرض دولة فلسطين. العديد من القضايا الأساسية التي نعمل بها، والآن كما تشاهدون أن هناك زخم دولي حصل في الفترة الأخيرة، وهذا الزخم الدولي أساسه هو أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض البصر عن هذه الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين. نعم، أمام هذا الزخم الدولي يأتي بالتوازي التحرك الأعنف على الأرض في فلسطين، وهو ما يسعى إليه الاحتلال. ربما هذه الدعوات ليست جديدة عندما نتحدث عن إنشاء الهيكل المزعوم، التقسيم الزماني والمكاني، هذه الانتهاكات بأشكالها كافة والجرائم، واليوم نشهدها بحدة لم تكن مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بتفكيك المسجد الأقصى. فهل يأتي ذلك مواجهة أم مزيد من الصدام، أم أنه فقط لتلميع شكل هذه الحكومة وصورتها أمام المجتمع الإسرائيلي الداخلي؟ يعني بالطبع هذه الحكومة تحاول أن تلعب كل الأوراق التي لديها بما فيها ورقة الصراع الديني. وبالمناسبة هذه المنظمة الإرهابية الصهيونية التي جاءت، هي والحكومة الإسرائيلية هم وجهان لعملة واحدة في واقع الأمر. الجميع يريد أن يسيطر على هذه الأرض بالقوة وتحويل هذا الصراع السياسي القائم على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني إلى صراع ديني قائم على أسس أن هناك صراعا دينيا ما بين المسلمين واليهود، وهذا خطأ كبير. وهذا لذلك إسرائيل تحاول كذلك أن تضطهد المسيحيين في فلسطين كي يخرجوا من فلسطين ويصبح صراعا دينيا ما بين المسلمين واليهود، وهذا لن يحصل في أي وقت من الأوقات. نحن والأشقاء في الأردن عملنا طويلا من أجل لفت نظر المجتمع الدولي أن هذا هو الغرض الرئيس الذي تبحث عنه إسرائيل، وكل أدواتها المختلفة من مستوطنين، من مستعمرين، من منظمات صهيونية، من حكومة، من سياسيين، من عسكريين، الكل يعمل من أجل أن يحول هذا الصراع إلى صراع ديني وإلى تقسيم المسجد الأقصى والحرم الشريف تقسيمه مكانيا وزمانيا، وتزييف الرواية الحقيقية عن 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 أن هذه الأرض لها أصحاب أصليين موجودين فيها، وأن الديانة الوحيدة كما قال قرار اليونسكو أن هذا المسجد أو هذا المكان هو مكان للعبادة للمسلمين فقط. وهذا ما تحاول إسرائيل طمسه. وبالفعل كما قلت في بداية حديثي أن إسرائيل فشلت على مدار كل هذه الأعوام
أن تضم القدس رغم أنها حاولت أن تضمها بقرار وبقانون إسرائيلي رفضوا العالم أجمع ومن قرارات مجلس الأمن، حاولت أن تفرض سيادتها من خلال سرقة الأراضي وتزوير وتشويه الرواية الفلسطينية وفشلت في ذلك. الآن تحاول أن تسيطر على القدس كذلك فشلت في الأيام الأخيرة، وهذا السبب الهستيري الذي تفضلت به، هذا السبب الذي حول إسرائيل بجنودها وبقوات احتلالها بمسؤوليها بكل أدواتها المختلفة الإرهابية، تحولوا إلى مجموعة من المرتزقة المستفزين والذين يقاتلون العلم الفلسطيني أينما وجد في مدينة القدس. شكرا جزيلا لك مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها السفير عمر عوض الله، كنت معنا من رام الله. من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية الدكتور هاني المصري. دكتور هاني أهلا وسهلا بك. دكتور هاني، بنظرة أقرب على هذا المشهد وما يحدث في الأراضي الفلسطينية، هذا الانتهاك لا يأتي فقط من قوات الاحتلال وإنما نشهد أيضا تطورا مضافا سواء من الجماعات الاستيطانية وكذلك أيضا من منظمات، هذا المستوى من الانتهاك هل يعد تطورا طبيعيا لهذه العقلية الاحتلالية أم أننا نتحدث بسبب وجود دعم وقبول من هذه الحكومة الحالية؟ علينا أن نتذكر أن رئيس الحكومة هو ينتمي إلى المعسكر اليميني الديني المتطرف، وهو كان رئيس مجلس المستوطنات، لذلك ما يقوله وما يعطي لقواته وأجهزة الأمن والشرطة لديه من تعليمات بإطلاق الرصاص بشكل حر بدون قيود، وهذا ما صرح به يعني أكثر من مرة، التصريح الأخير ليس الأول، وإنما هو طالب بإزالة كل القيود يعني أمام قوات الجيش والأمن ولكي يقوموا بإطلاق الرصاص على الفلسطينيين بدون أي رادع، كما أنه يعني طالب بتسليح كل الإسرائيليين، ومن ليس معه سلاح طالبه بشراء سلاح وترخيصه لاستخدامه في إطلاق شريعة الغاب ضد الفلسطينيين. إذن هذا تطور طبيعي، وخاصة أن حكومة الاحتلال ترى أن كل إجراءاتها القمعية والدموية لم تؤطي أكلها، لم يرتدع الجانب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني مصمم على الدفاع عن قضيته، عن قدسه، عن مقدساته، مصمم على التمسك برموزه الوطنية وخصوصا العلم وبشعاراته الوطنية، وأنه لم يرتدع بما فعلوه إذا يعني جنازة شيرين أبو عاقلة، فكرر الشعب الفلسطيني مظاهرات وتنديد والتحدي في مظاهرة الشهيد وليد الشريف، وهذا يعني أن المسألة ليست قابلة للحل، وبالتالي ليس لدى الاحتلال ما يفعله على أساس القناعة بأن ما لا تؤديه القوة يمكن أن يؤديه المزيد من القوة. لكن ما يميز الإجراءات الإسرائيلية في هذه الفترة أنها إجراءات مرتبكة وأنها غبية جدا أكثر من السابق، لأن لا أحد يقوم بالاعتداء على جثمان أمام مرأة العالم كله، وخاصة أن يعني الشهيدة هي صحفية وأنها حاملة جنسية أمريكية وأنها لها مكانة رفيعة يعني في صفوف الفلسطينيين والعرب وفي العالم كله، ومع ذلك تم ملاحقة يعني أماكن العزاء، تم ملاحقة الجنازة، وقائد الشرطة في القدس يقوم بمباركة يعني أفراد الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على الجنازة، لم يؤنبهم، لم يحاسبهم، لم يعتبر أن تصرفهم فرديا، وإنما قام بمباركة هذا العمل، وهذا يشجع يعني هؤلاء وغيرهم على الإقدام على المزيد من الإجراءات القمعية بحق الفلسطينيين. نعم، هذا الذي يحدث الآن وصفه مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة السفير عمر عوض الله بالهستيريا، هذه الهستيريا المطلقة وإن كانت من جانب قوات الاحتلال والحكومة بحد ذاتها وما يناصر هذه العقلية وهذا التوجه المتطرف، هل يلقى صدى لدى الداخل الإسرائيلي الذي بالنهاية الهم الأساسي لديه هو الراحة أو لربما عدم وجود مواجهة أو تصعيد قد يؤثر عليه بأي شكل من الأشكال؟ بكل أسف يعني الأصوات التي تنتقد التصرفات الهمجية والعنصرية الإسرائيلية لا تزال قليلة، رغم أنها زادت في الأيام الأخيرة وخاصة بعد اغتيال شيرين أبو عاقلة، ولكنها لا تزال أقلية، لأن التطرف لا
لا يعبر عن جهة قليلة في إسرائيل، وإنما الاتجاه المركزي في إسرائيل هو اتجاه متطرف، والتنافس الأكبر هو ما بين اليمين السياسي المتطرف واليمين الديني المتطرف، والذي لا يجعلهم يفكرون بإعادة النظر في هذه السياسات، أنه لا يوجد رادع، لا يوجد عقوبات، لأننا نلاحظ أن هناك إدانات كثيرة في كل العالم، هناك تعاطف عالمي غير مسبوق على القضية الفلسطينية، ولكن بدون أي إجراءات عقابية رادعة لإسرائيل، بدون أي مساءلة لإسرائيل. يعني حتى السلطة الفلسطينية اكتفت بمطالبة العالم بالتحرك، ولم تتوضع يعني قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية التي طالبت بإعادة النظر بالعلاقة مع الاحتلال ووقف الالتزامات الأمنية والسياسية والاقتصادية. لو تم تطبيق هذه القرارات، عندها سيشعر العالم بأن الموضوع أكثر خطورة مما يعتقدون، وأن عندها سيتحركون أكثر للضغط على الحكومة الإسرائيلية. الشجب والإدانات والمطالبات والمناشدات لوحدها لا تسمن ولا تغني من جوع، صحيح أنها تعبر عن تعاطف، ولكن هذا احتلال لا يرتدع من التعاطف. نريد إجراءات فلسطينية وعربية ودولية رادعة عملية، وليس مجرد إدانات ومطالبات بإجراءات بدون اتخاذ هذه الإجراءات على أرض الواقع. نعم، إذا كان هذا النهج وهذه العنجهية لا تؤتي أكلها كما ذكرت قبل قليل من جانب الاحتلال، فهم يستمرون بالتصعيد ويستمرون بتنفيذ هذه الجرائم، ومن ناحية أخرى أو من الجانب المقابل يجدون التصدي بكل قوة من الشعب الفلسطيني، فمتى من الممكن أن ينتبه هذا العدو أو لربما هذا المحتل اليوم بأن هذه الطرق لا تأتي بنجاعة ولا تحرز هذه النتائج المأمولة، وإنما رد الفعل عكس يأتي بالتصعيد؟ نعم، ليس فقط أنهم لا يرتدعون، كما استمعنا اليوم جميعا وزير الأمن عوفر بارليف أجاز للمتطرفين المتدينين بتنظيم مسيرة أعلام يوم الأحد في 29 من الشهر الحالي، وذلك بعد إعلان منظمات متطرفة لهافة وغيرها بأنها تريد أن تشرع هدم قبة الصخرة من أجل بناء هيكل سليمان المزعوم بدلا عنها. يعني يمضون أكثر نحو التطرف، يستمرون في هذا الموقف طالما لا يوجد رد كافي. لا يكفي صمود الشعب الفلسطيني، هذا شيء مهم، هذا يحمي المسجد الأقصى ويحمي الحقوق الفلسطينية ويبقي القضية حية، ولكنه لا يردع يعني سلطات الاحتلال عن تنفيذ مخططاتها ومشاريعها. نريد ردود أفعال بمستوى التحدي والخطر. هناك أكثر من 52 منظمة في إسرائيل شعارها يعني هدم يعني الأقصى وقبة الصخرة وبناء هيكل سليمان. المسألة ليست مجرد أفراد متطرفين، أكثر من 52 منظمة. هذا الخطر قد لا يكون ماثلا اليوم بحكم المرابطون والمرابطات وبحكم ردود الأفعال، ولكن سيستمرون في هذه الإجراءات على الأرض من خلال فرض التقسيم الزماني، لأننا نلاحظ أنهم من 7 صباحا حتى 11 يقومون في معظم الأيام باقتحام المسجد الأقصى وممارسة الطقوس الدينية والصلوات، وهذا يفرض نوع من التقسيم الزماني. حتى نمنع ذلك يجب أن تكون ردة فعل أكبر فلسطينيا وعربيا ودوليا. بقاء ردود الفعل بهذا المستوى لن يؤدي إلى وقف ودحر هذا المخطط، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية تشعر أنها بدأ العد العكسي لها، وحياتها أصبحت يعني مسألة شهور يعني قليلة في الحد الأقصى، لذلك تريد أن تمضي وتوغل بالدم الفلسطيني وتوغل بالقمع ضد الفلسطينيين حتى تحصل على أصوات أكبر في الانتخابات القادمة. لذلك متوقع يعني أن يكون هناك تصعيد إذا لم يكن هناك ردود فعل يعني عربية وفلسطينية ودولية أكبر من ردود الفعل الحالية. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات ودراسات الاستراتيجية الدكتور هاني المصري، كنت معنا من رام الله.